بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه الساده المشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فقد تبين ان احكام الشريعه الاسلاميه منها ما هو ثابت دائم ومنها ما هو متغير مرن وان النوع الاول كما يتصف بالثبات يتصف بالكثره والتفصيل وصعوبة إدراك الأسباب والعلل في تشريعه بخلاف النوع الثاني الذي يتصف بقابلية التحرك مع حركة الإنسان على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كما يتسم بسهولة إدراك الغاية والمقصد من تشريعاته وقبل أن نسترسل في هذه الحلقة اود التاكيد على اننا حين نفرق بين الثوابت والمتغيرات بان الثوابت كالعبادات مثلا تستعصي على البحث العقلي فاننا لا نقصد ابدا انها تعارض احكام العقل وتناقضه وان الانسان حين يخاطب بها مخاطب بالايمان بالمستحيلات فها هنا يجب التنبه إلى الفرق الدقيق بين التكليف بأمور مستحيلة التعقل في ذواتها، وبين أمور معقولة في أنفسها. فالأمور المستحيلة لا يقع التكليف بها بحال من الأحوال، بخلاف الأمور التي يدرك العقل أسبابها وأسرارها وآثارها. وبناء على هذا التوضيح نقول أن الإسلام والاديان باسرها وهي تخاطب الانسان على اي مستوى من مستويات الخطاب لا تطلب منه ابدا ان يؤمن بما يرفضه عقله او ان يصدق بما يستحيل تصديقه وانما تخاطبه بالايمان بامور قد يستبعدها العقل بالقياس الى ما تجري به العاده ومن هذا القبيل مخاطبه الاديان للانسان ومطالبته بالايمان بالحياه بعد الموت وبالحساب والثواب والعقاب والجنه والنار وكل ما يتعلق بها مما يسمى في علوم العقيده بالسمعيات او الاخرويات ومن هذا القبيل ايضا الايمان بمعجزات الانبياء فانها ليست مستحيله الحدوث بدليل ان العقل يتصورها ويتصور وقوعها وإن كانت العادة التي تجري عليها أمور الناس تستبعدها فكلها من قبيل الحقائق التي تقع وموقف العقل منها لا يتعدى موقف الحياد الذي تتساوى لديه احتمالات الوقوع واللا وقوع والحياد وإن كان يعجز عن إثبات شيء فإنه يعجز وبالقدر نفسه عن نفي هذا الشيء وعدم التصديق به وإذا فهمنا هذا الفرق الدقيق، سهل علينا إدراك صعوبة استعصاء الأحكام التعبدية الصادرة من الجناب الأقدس على مداركنا العقلية، لكن ذلك لا يعني مطلقاً عدم معقولية هذه الأحكام في حد أنفسها وذواتها، وكل ما يعنيه أن هذه الأحكام هي من طور يقع وراء طور العقول. ومن مستوى ليس للعقود السليمه حياله من موقف الا موقف التسليم المطلق وهكذا يمكن ان نفهم من استقراء ايات الاحكام في القران الكريم ان القران يفصل الاحكام في القضايا الدائمه وفي الثوابت التي لا تتغير مثل الايمان والعبادات والاخلاق بينما يجمل الاحكام في المجالات المتحوله في صوره قواعد كليه واصول عامه ومقاصد عليا كما سبقت الاشاره الى ذلك وكدليل على هذا نجد ان الصلاه مثلا ذكرت في اكثر من سبعين موضعا في القران الكريم في مقابل ما ورد فيه من تشريعات في عقد البيع مثلا والذي هو من اكثر العقود احكاما وموادا في القوانين المدنيه هذا العقد لم يرد بشانه في القران الكريم الا اربعه احكام فقط الحكم الدال على اباحته واحل الله البيع وحرم الربا والحكم الذي يشترط التراضي في التجاره بين البائع والمشتري يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم واشهار البيع او الاشهاد عليه واشهدوا اذا تبايعتم ثم النهي عن البيع والشراء بعد اذان صلاه الجمعه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالقانون الدستوري حيث اقتصرت نصوص القرآن الكريم في هذا المجال على التأكيد على مبدأ الشورى ومبدأ العدل ومبدأ المساواة وأن أي نظام سياسي يقوم على هذه المبادئ ويحققها بين الناس فهو نظام يقبله الاسلام ايا كان اسمه او رسمه وكذلك قانون العقوبات والجنايات الذي اقتصر فيه القران الكريم على ذكر العقوبات الخمس المعلومه وهي عقوبه القتل والسرقه والزنا والافساد في الارض بارهاب او ترويع أو اغتيال للآمنين أو تدمير للمرافق العامة بأي أسلوب قديم أو حديث في ارتكاب هذه الجرائم اللا أخلاقية ولا إنسانية وهكذا أيها السادة المشاهدون يمكن إيجاز القول بأن هذه الثنائية الواضحة بين مجال الثوابت ومجال المتغيرات هي التي مكنت تشريعات القرآن من قدرتها على مواكبة التطور كما مكنت شريعته من قيادة الأمة الإسلامية قرابة ثلاثة عشر قرنا من الزمان قبل أن تخلي مكانها أو يخلى مكانها لقوانين الغرب وأن مرونة هذه الشريعة هي التي حفظت حضارة الإسلام وأمدتها ولا تزال تمدها بأسباب المقاومة والصمود حتى يومنا هذا وبسبب من اعجاز هذه الشريعه لم تندثر حضاره المسلمين وتصبح اثرا بعد عين رغم الضربات الموجعه التي تسدد اليها على مدى تاريخها الطويل من ابنائها ومن اعدائها على السواء شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته